هو طبعا زي اي قانون في الدنيا يعني له ما له وعليه ما عليه. اوكي. ولكن خليني ابدا برايي الشخصي، رغم ان انا حاليا طبعا خارج الحكومه تماما، فانا لا ادافع عن شيء، لان هنتكلم على هنتكلم على مزايا القانون وعيوبه. اوكي. لكن مبدئيا في الاول هذا القانون من وجهه نظري انا الشخصيه تاخر كثيرا. وكان وتاخره كان سبب يعني وصول الجهاز الاداري للدوله الى الحاله اللي هو عليها النهارده. اوكي. خلاص؟ انا كنت سعيد جدا امبارح وانا بسمع السيد الرئيس وهو بيتكلم على ان احنا عندنا 7 مليون موظف، وده حقيقي، احنا عندنا 7 مليون موظف حكومي، وسعيد جدا انه بيتكلم على ان احنا نقدر نشتغل بربع هذا العدد. كنا زمان يا دينا ما كناش بنعترف بهذا الكلام. وكان اللي يطلع يقول الكلام ده يا نهار ابيض، الدنيا تقوم عليه، الدنيا تقوم عليه، ونوقف التعيينات من تحت لتحت. بالظبط كده. بالزبط. لكن احنا النهارده بنواجه. صحيح. ودي الحاجه اللي عجباني، ان احنا بنواجه. المواجهه دايما العلاج في شيء من المصاعب شويه، لكن الافضل ان انا اعالج واتحمل المصاعب دي، ولا ان انا ما اعالجش وهذا الجهاز يموت تماما، اللي هو في طريقه الى الموت فعلا يعني. انا يعني عمري ما كنت اشتغلت حكومه قبل الثوره، وبعد الثوره 4 اماكن كل اللي بيحاول القانون يصلحه انا شفته بعيني ولمسته في الاربع مراكز اللي انا شغلتهم بعد الثوره. ورغم ان انا عشت في مصر مده كبيره ومصري طبعا 100%، ولكن لم اكن اتخيل ان وانا كمواطن كنت بتعامل مع الجهاز الاداري للدوله كمواطن، لم اكن اتخيل ان هذا الجهاز الاداري وصل الى هذه الدرجه من السوء ومن الاداء الغير مقبول على اي مستوى. فمبدئيا القانون كان لازم يطلع، لان في بعض الناس كانت تقول كان يتم تاجيله لوجود مجلس الشعب. برلمان. اي كده او كده البرلمان سيراجع ويوافق على جميع القوانين التي اصدرت في عدم وجود مجلس الشعب. صحيح. ده الدستور. صحيح. فاحنا في جميع الاحوال البرلمان القادم سيراجع هذا القانون. ولكن انا اخسر سنه قدام على بال ما البرلمان يتم، وعلى بال ما يتعرض عليه مجموعه كبيره جدا من القوانين التي اصدرت، ويجي الدور على قانون الخدمه المدنيه، احنا النهارده هنضيع سنه بدون فائده. فانا كان رايي ان هذا القانون يصدر، واتمنى وادعو السيد رئيس الوزراء والدكتور اشرف العربي ان يصروا على تطبيقه، بس هقول برضو بعض الملاحظات، لكن لازم يصروا على تطبيقه والا لن نستطيع اصلاح هذا الجهاز. ممكن اقول حاجه ملهاش دعوه بقانون الخدمه المدنيه، ولكن انا مش عايزه يبقى عندي جوايا اي شك في تطبيقه بطريقه صحيحه. ما احنا كان عندنا كادر المعلمين بخ، عندنا كادر الاطباء بخين، عندنا يعني كثير من الكوادر الخاصه وقوانين بيها بخ. ايه اللي يضمني يعني ان قانون الخدمه المدنيه هتستفيد بيه الدوله او هتطبقه، وان هو هيتطبق في الاتجاه الصحيح ومش نكايه في اي موظف من الموظفين في الدوله؟ طيب ده كلام مظبوط 100%. اوكي. لان انا مع تطبيق القانون، ولكن مع تطبيقه تطبيقا صحيحا، وده مش هيجي الا بتدريب المديرين والعاملين في الحكومه تدريب مكثف على القانون وكيفيه تطبيقه. صحيح. انا النهارده القانون احنا مش يعني هنخش فيه بالتفصيل، بس النهارده القانون بيقول ايه؟ بيقول ان الموظف الحكومه هيتعمل له تقييم اداء كل 6 شهور. كي. وهذا التقييم هيرتبط بالحوافز بتاعته في المستقبل. النهارده يوم 1/1 القانون لما بدا يتطبق دلوقتي في شهر 7. ايوه. يوم 1/1 مطلوب من كل مدير في الجهاز الاداري للدوله ان يقوم بتقييم اداء الموظفين الذين يعملون معه من 1/7/2015 ل 31/12/2015. اوكي. هعمل ده ازاي انا كمدير من غير ما اكون دربت على ده، من غير ما يكون عندي كل الوسائل التي تساعدني على هذا التطبيق؟ ازاي افاجئ النهارده المواطن او الموظف يوم 1/1 اقول له انت هتتقيم على حاجه احنا ما اتفقناش عليها من الاول؟ فعشان كده انا بقول لازم معايير بقى، لازم يبقى في الكلام ده بيشغلين عليه الحقيقه. وزاره الاصلاح الاداري شغاله على ده وهيبدا يطلع، ولكن لازم بسرعه جدا ندرب العاملين في الجهاز الاداري.